اطرح، هل فعلا تعتبر عقوبة التشهير رادعة؟ وهل سيتم التعامل مع الآخرين بنفس الأسلوب؟ وألم تخيب هيئة مكافحة الفساد الآمال عندما أعلنت بأنها لن تشهر ويعني بررت ذلك قانونيا؟ ألم تخيب الآمال؟ كثير أسئلة تطرح، ولكن قبل ذلك خلونا نشوف التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل محمد الحبيب. يعتبر التشهير المشروع في السعودية نوع من أنواع العقوبة في المحاكم، ووجد بعدة أشكال مؤخرة، منها تحذير وزير التجارة في وقت سابق للتجار والموزعين بالتشهير في حال مخالفة المؤشر، التشهير بمرتكبي الأخطاء الطبية، التشهير بمخالفي نظام الإقامة، تحذيرات جمعية حماية المستهلك. عام 1408 هجريا أصدر الأمير نايف بن عبد العزيز قرارا يقتضي بالتشهير بمهربي ومروجي المخدرات ونشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام. كما طبقت السعودية نظام التشهير والغرامة للوكلاء غير المنتظمين بتأمين قطع غيار أصلية للسيارات لما تسببه من ضرر على حياة مستخدمي هذه السيارات. وفي الجانب الطبي، بدأت الحكومة بتطبيق عقوبة التشهير على مرتكبي الأخطاء الطبية سنة 1426 هجريا، ولم تتوقف قافلة التشهير عند هذا الحد، بل شهر ببعض المتورطين في قضايا المساهمات الوهمية لسوا والأراضي وخلافها، وبعض المتورطين في قضايا الإرهاب والتزوير. ولمناقش هذا الموضوع معنا مباشرة من استديوهاتنا في جدة المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد السديري. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. كيف ترون حكم التشهير قانونيا؟ يعني ما الذي أعاقه طوال الأعوام الماضية؟ وهل ما حدث هو قرار جديد فعلا؟ وما أدري ما الذي أعاق هذا القانون، لكن ما في شك أن هذا القانون فعال وله أثر سيكون محمود على الحد من الرشوة. فالفضيحة ما في شك عندنا مجتمعنا لها، يعني إذا فضح الشخص أمام الناس سيكون لها يعني أثر معنوي سيء مرة على نفسه وعلى أولاده، ولذلك يحاول يتحاشى إطلاقا الوصول إلى هذا إلى هذه الدرجة أو أنه يرتكب أمرا يجعله مشهرا به بعمله كهذا، وخصوصا الرشوة، لأن الرشوة فيها نزول بالوظيفة إلى درك البيع والشراء، والرشوة فيها إثراء بدون سبب للموظف لأنه يأخذ مقابل نظير عمله، والرشوة فيها تقليل من احترام المواطن أو المتعامل مع الدولة للموظف وللدولة، والرشوة فيها تفريق بين المواطنين، فالذي يدفع يحصل على 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 المزية والعمل، والذي لا يدفع يحرم من الخدمة التي يجب أن تؤدى له طبق القانون، والرشوة فيها إهدار للقانون، يعني هذا الموظف الذي يتقاضى رشوة يأخذ مرتبا وممنوع من أخذ جعل أو أخذ عطية من أي فرد كان، ومن ثم فأعتقد أن هذه جريمة كبرى ويجب أن يشهر به هذا المرتشي. نعم. طيب، يعني كيف ترى تطبيق الإجراءات القانونية التي تسبق التشهير؟ البعض يعول عليها بأنها تحتاج يعني يرون أنها تحتاج إلى بحث وتحري أكثر قبل بدء التشهير. لا يا سيدي الفاضل، هو أنا شخصيا ما شفت القانون ولا قريته، وربما فيه يمكننا نصت مواد على كيفية التشهير، لكن التشهير لا يكون بعد الإدانة وبحكم النهائي. طيب السلاح، يعني القضاء بتار ويقطع في هذا الأمر، فإذا ما صدر حكم النهائي بإدانة شخص ما فيجب أن يشهر به. طيب أستاذ أحمد، يعني الآن الناس تفاجأوا لما جت هيئة مكافحة الفساد وقالت إحنا ما عندنا عقوبة تشهير لأنه هذا يصدر فيه حكم، وكانوا الناس يتوقعون طبعا الحل لإيقاف يعني الفساد هو التشهير. ما الذي يمنع الهيئة من تشهر؟ طبعا هي بررت ذلك قانونيا وشرحت له. لا يا سيدي، لا يجوز لها تشهر إلا إذا صدر حكم النهائي في الموضوع، لأن متهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم أستاذ أحمد، صحيح معك حق وهم قالوا ذلك، ولكن سؤالي اليوم سؤالهم يقولون يعني لابد أنه فيه حكم من القاضي بالتشهير، يعني ليس إذا أدين هم ممكن يشهرون.
أنا ما جبت القانون طبق النص القانون، يعني القانون اللي صدر أو النظام اللي صدر هو الذي يحدد كيفية التسجيل. أنا ما الحقيقة ما طلعت عليه، ما أكذب عليك، لكن إذا كان القانون أو النظام علق التشهير على نص موجود في حكم القاضي، فهذا ما في شك أنه يلتزم القاضي لا يشهر به إلا إذا أمر القاضي بالتشهير به. نعم، يعني حسب نص القانون، حسب نص النظام. أما إذا لم ينص على ذلك فيجوز التشهير به. طيب، قبل فترة وافق مجلس الشورى على إيقاع عقوبة التشهير للمخالفين بما يخص المنشآت، والغالب من هذه المخالفات هي طبعا كما ذكرتك بداية الفساد. لكن إلى الآن موضوع التشهير في السعودية في خوف، يعني لما نتكلم احنا من وزارة التجارة، الناس اللي يعملوا غش تجاري مثلا، أو هيئة مكافحة الفساد، أو المباحث الإدارية، أو كل الجهات، أو هيئة الرقابة والتحقيق، أو ديوان المراقب، كل هذه الجهات إلى الآن عندها حذر، أو أنها يعني لم تصل إلى وضوح في موضوع التشهير. وإحنا إذا قارنا أنفسنا بدول قريبة منا نجد أن المسألة ليست بالصعوبة التي نتخيلها. تعليق على ذلك؟ لا، هو الواقع الموضوع ليس صعبا، ولكن هناك حراج أحيانا لموضوع جديد، فهناك نوع من 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 الحذر أو الحراجة. ربما يشهرون به، ربما تظهر أوراق جديدة أنه بريء مثلا، أو ربما أن صلاته بقبيلته أو عائلته أو كذا أو كذا تدمر الشخص إلى ما لا نهاية. فهذه ما في شك لها أثر، ما في شك لها أثر. لكن أريد أن أقول في مكافحة الرشوة يوازي التشهير وتعديل القانون، قانون الرشوة الحالي أو نظام الرشوة الحالي. يعني نظام الرشوة في السابق كان يعفي الراشي من العقوبة إذا أدلى بكل تفاصيل الجريمة وبحذافيرها، يعفيه بقوة القانون، هو والوسيط أي الرائش. عدل مع الأسف القانون وأصبحت الراشي يدان كما يدان المرتشي وكذلك الوسيط. أنا في رأيي الراشي هناك شبهة في كثير من الأحيان على ارتكابه الجريمة، وربما ارتكبها عن كره، ومن ثم القصد الجنائي غير متوافر لديه ليقضي حاجة لازمة عليه، مثل ما ذكرت لك في الحلقة الماضية، عليه ديون كثيرة ومضطر أن يدفع للبنوك، وهناك موظف يماطل ويحاوره ويداور فيضطر يدفع، اضطر، فهنا دفع عن كره، فانعدم القصد الجنائي هنا في الجريمة، ومن ثم انهارت الجريمة بكاملها. إذن لكن الراشي إذا فصل في الجريمة وأعطى التفاصيل الدقيقة بحيث تسهل إدانة المرتشي في هذه اللحظة، أعتقد أنه يجب أن يعفى، يجب أن يعدل القانون، لأن أصلا العلة من تجريم العقوبة هو حماية الوظيفة العامة، حماية نزاهة الوظيفة العامة، عدم النزول بها إلى درك البيع والشراء. فأنا في رأيي يجب أن هذا النص يعاد كما كان، لأنه يساعد كثيرا في اكتشاف الرشوة، وهذه من ضروب المكافحة. وأنا أطالب هيئة مكافحة الفساد أن يعني إذا كبس شرع قانون يكتب مشروع قانون في هذا ويرفع مجلس الشورى تعديل هذه المادة. نعم، طيب، شكرا للمحامي المستشار القانوني أحمد السديري على المشاركة، وإن شاء الله نمسي ونصبح على وطن بلا فساد ولا مفسدين، لأن الناس ملت من هذا الموضوع. وأتمنى من كل المسؤولين في الدولة في كل الوزارات المعنية أن تعجل بوضع قانون واضح وسريع لقانون التشهير، لأنه هذا قد يكون هو الحل، يعني آخر الدواء الكي. فاصل ونعود لكم بعد قليل.